السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم مع وصفات ميلاميلا. اليوم غادي نديرو عشاء نورمال عادي. غادي ندير لي بات مع الدجاج. غادي نقليه الدجاج. هنا انا درت له صوالحه، وجدته صباح درت له غير البصل، الملح، الحبوب، الفلفل الاسود، درت شويه قزبر عليه، شويه مغرف خل صغيره عادي، وخليته هنايا باش نقليه دروك. ودروك غادي نوجد لاصوص اللي غادي نديرها. راني دايره لي بات تاعي يغلو، راني دايره طاجين يحمى. غادي ندير شويه تاع الزيت، صوص عاديه تاع لي بات. درت شويه تاع الزيت، غادي ندير الثوم نرابيه فيها. عندي ثلاث فصوص هكا، وحده كبيره وزوج صغار. هكا نغطيه غير، وعندي نص حبه بصل رابيتها ثاني. نغطيه بالسمنه غير. نزيد هذي، هاكا ندير معاها هذيك نص حبة تاع البصل. باسام يغلو، طفيته باش الثوم ما يحرقش. دروك هاكا نقلي داك البصل مع داك الثوم. صوص تاع لي بات، نزيد نرافي الطوماطيس. الطوماطيس راني غاسلتها، نحلها ونغطيها بلا ما هذاك البصل يتقلى شويه مع الثوم. كونوا منقصين له النار. وهنا خليت هذاك البصل مع الثوم تقلى، ورقيت ثلاث حبات تاع الطوماطيس. غادي نديرهم معاه هكا، نكبها كاع. نعودها كاع. وهنا ندير شويه طوماطيس مصبره قد نص مغرف ولا مغرف. هاكا نخلي لاصوص طيب، وقلعت لي بات تاعي. صاي صفيتهم لي بات كما نعرفو عندهم 10 دقائق يغلو. عندي نوجد التوابل اللي غادي نديرهم. وهنا بغيت نقول لكم على الطوماطيس، هنا من تغسلوها وتنشفوها ماذا بكم تقلبوها هكا هكا وتحطوها. انا هادو هما اللي بقاو لي، تقلبوهم كيما نقولوا هكا على هاد الجهه وتحطوهم باش هكا كيما نقولوا طول تقعد بزاف دوم، طول تقعد شعل من يوم ما تخسرناش بالخف. هذه كذا التدبيره تاع الطماطم. هنا بدات تغلي شويه، ندير الملح، نبدا ندير هنا الحرور، الفلفل الاسود. هنا التوابل كل واحد
شاي يبغي يدير، ندير سكنجبير، ندير الكركم غير شوية، ندير فلا حمراء، وندير الكمون. انا نبغي ندير كمون شوية في لي صوص تاع لي بات. كيما قلت لكم كل واحد يدير كي يبغي. وندير هنايا شوية تاع الزعيطرة، هكا نخليها تطلق البنة هكا. وهنا دوك نطحن شوية تاع المعدنوس ونزيد نديرها معاها، نوض هاد التوابل. انا توجو ندير كتانة في يدي تكون مشمخة باش هكا ما يقعدوش التوابل تاعنا في القواطة هادو ما يقعدوش مسخين ويتعسلو. كيما هكا نمسحهم كاع هكا باش يقعدو توجو مقيين ويبريو، مقعدوش مضبين كيما نقولو هكا. هادي تاع الكركم، هادي تاع الفلا حمراء. وهنا ندير المقلة تاعي، دوك نشعل عليها تحمى، نشعل عليها قويت لها النار. دوك ندير لها الزيت باش نبدا نقلي الجاج. ندير الورقة تاع الرند في لاصوص، وندير لها شوية تاع الماء ونخليها تكتك كيما نقولو هاكا. نمسحها هاكا، ندير المعدنوس نطحنه ونديره في لاصوص. تدبيرة تاع المعدنوس اللي درتها معاكم البارح، ونديرها في لاصوص. دوك غادي نبدا نقلي في الجاج. من دايرة المقلاة حمى هاكا، نبدا نحط الطراف تاع الجاج. بديت انا حطيت الرقبة والجناح، نحط الصورة هاكا ونقص له ونخليه يطيب، من بعد نكمل. هنا راني منقصه الجاج باش يطيب غايه، وراني منقصه لاصوص دوك ندير فيها لي بات. غادي نجيب شويه سلطه، انا هنا ما ناكلش سلطه بصح الدار يبغوا سلطه ندير لهم كل يوم، صح انا ما ناكلهاش، ما نبغيش الحشيش وما نبغيش السلطه. نقطع هاد الطوماطيس هكا صغيره، هكا سلطه عاديه تاع الدار، عشوه عاديه تاع كل يوم. نقطع هنايا البصل، نديره رقيق هاكا، هاكا
البصل هكا، نزيد دروك الحشيش نشوفهم راهم مقيين، نقطعهم هكا كما كنا مغاسلينها ودايرينها هنا باش تكبر. نعصروها السلطة من باش نقطعها بالخدمة باش ما تدبلش بالخف، نقطعوها غير هكا هكا. دروك غادي ندير هادوك لي بارفلاصوص، حاولين هنا غليتهم الباس كيما يقول لك صح في لاصوص هي اللي تمد له الجو. كاين اللي يبغوهم غير هكا بالفرماج ولا بالمارغارين ولا كوشا، كل خطرة كي نديروهم هكا. وجه السلاطة وهنا حبيباتي هذا هو شاي تاع اليوم، راني وجدت سلطة الدجاج نقصوا له ونخلوه حتى يطيب غاية ويتحمر غاية. عودا للمقارون الباس تاع الدار هكا، وعندي هنا الدجاج، هنا الدجاج تحمروه مليح كيما هكا، تنقصوا له وتخلوه يتحمر في خاطره هكا وهكا. هادو مزيله نخلوهم يطيبو في خاطرهم. كانت هذه هي الوصفه تاعي تاع اليوم، بغيت نشاركها معاكم. عشاء تاعي عادي، سلطه ولي بات بالدجاج هكا. ها شاهدتكم في الجنه حبيباتي، نتمنى لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوناش بالاشتراك واللايك مع وصفات ميله ميله. وبغيت نقول لكم حاجة على قناة أم آسي اللي ماتت، بغيت نقول لكم دعوا لها بالرحمة، الله يجعل ربي يرحمها ويجعلها تكون من أهل الجنة إن شاء الله. أنا ما نعرفهاش بزاف، مي كنت نشوف قناة تاعها خطرة على خطرة، مي ما نكذبش عليكم كي دخلت القناة تاعها البارح نضريت وبكيت بزاف وغاضتني، باسكو غاضتني هاكا مانيش عارفة نضريت عليها بزاف. والقناة تاعها ما نجمش ندخل لها وما نجمش نسمع الصوت تاعها، نتمنى تدعو لها بالرحمة والله يرحمها. مع السلامة حبيباتي، سلام.